السلام عليكم، معكم فاطمة الزهراء، أخصائية في التربية الخاصة وكذلك مسؤولة على مشروع التمسك الاجتماعي اللي هو كيانة بالأطفال فضيات إعاقة ذهنية بالرعاية ديال جمعية جبر للتنمية القروية والبيئية. اليوم درنا يوم تحسيسي للأسر الأطفال فضيات إعاقة ذهنية. ملي اشتغلنا في هذا المشروع لاحظنا أنه كاين واحد النقص عند الآباء، أنه ما عندهمش دراية بالوضعية ديال الأطفال ديالهم وعندهم بزاف تساؤلات وملاحظات، ولكن المشكلة أنهم ما كيعرفوش لمن يتوجهوا باش يطرحوا هاد الأسئلة ويفهموا بزاف ديال النقاط خاصهم يفهموها. من الأساس أن أول شخص أنه يكون فاهم الوضعية ديال الشخص عنده إعاقة ذهنية والأسرة، الشخص الوحيد الأول اللي خاصو يكون على دراية بالوضعية ديال الأطفال فضيات إعاقة ذهنية. عاد من بعد منها المجتمع المدني والأخصائيين والجمعيات. كيف شرحت لكم، حنا كنشتغلوا في إطار واحد المشروع اللي هو اسمه مشروع التمسك الاجتماعي للكيانة بالأشخاص فضيات إعاقة ذهنية. هذا المشروع يتوفر على بزاف الخدمات اللي هي أساسية وفي صالح هاد الأشخاص. هاد الخدمات كتكون متسلسلة، يعني كيف ما كنقولوا هي خدمة كتكمل خدمة، اختصاص كيكمل اختصاص. منهم التربية الخاصة اللي هي مفهوم ديال التربية الخاصة هو تدريس وتعديل سلوك الطفل، وهي كذلك اللي كتأهل الأطفال أنهم يستفدوا من التربية الدامجة. كذلك كاين خدمة ديال الترويج الطبي الحركي اللي هو كيشتغلوا عليه أخصائيين مع الأطفال اللي عندهم مشاكل الحركة. كذلك كاينه خدمة ديال تقويم النطق بالنسبة للأطفال اللي عندهم مشاكل ديال النطق أو تأخر في النطق. كذلك كاين خدمة ديال الأخصائية النفسي الحركي اللي هي كتخدم مع الأطفال فضيات إعاقة وجميع الإعاقة عامة، ما كنحددوش واحد الإعاقة واحدة، ولكن كنشوفوا الأطفال اللي الحالات ديالهم كتطلب هذا الاختصاص كندوزوه لي، لان في المشروع كامل كناخذوا هاد الاطفال ولكن راه ما يمكنش نحطوهم في اي بلاصه كما كانت، ضروري كندرسوا الحاله ديالو ونقراو التقارير الطبيه عاد ديك الساعه كنوجهوه للخدمه اللي هو محتاجها. كذلك عندنا المعالج النفسي هو كذلك يخدم مع هاد الاطفال فضيات اعاقه، وعندنا تأهيل مهني. التأهيل المهني كان يستفدوا منه الأشخاص تقريبا اللي كيبلغوا من العمر فوق 12 سنة حتى 20 سنة، كنخدموا معهم ورشات بالصناعات اليدوية وبزاف ديال الأنشطة اللي كتأهلهم أنهم يستفدوا ونعمروا لهم الوقت ديالهم ويحسوا أنهم بصح فاعلين في المجتمع. شكرا على المشاهدة، إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.